الاهلي بيروح يجيب الوداد المغربي من على السرير حرفيا علشان يلعبوا سيمي فاينل، هو الاسهل للاهلي منذ سنوات عديده، وبيديلهم درس كروي وبيكسبوهم في ارضهم في كازابلانكا 2-0 في مباراه جاموندي ادارها بشكل اسوأ مما يمكن، على عكس الناحيه الثانيه بيتسي وموسيماني المحنك الجنوب افريقي بيعلم الوداد وجاموندي درس. النهارده هنتكلم في كل حاجه، بس قبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك حلقات اول باول، ويلا بينا. حطني رقم واحد في الهجاصين. كله قبل المباراه كان بيحاول يفكر ان موسيماني يلعب بال 4 3 3 ويلعب بثلاثه نص الملعب اللي هم السوليه واليو ديانج وحمدي فتحي علشان يقفل نوعا ما نص الملعب على الوداد ويخلي ان الوداد متحجم في نص الملعب، لكن موسيماني فكر بره الصندوق شويتين ثلاثه، لعب اثنين في نص الملعب هم اليو ديانج وعمرو السوليه، اثنين مش مهمتهم تماما اللي هم يتقدموا لقدام، اثنين ما فيش حد فيهم مديله المهام الهجوميه سواء اليو ديانج او عمرو السوليه، مثبته نوعا ما في نص الملعب ومخلي قفشه اللي قدامهم هو اللي يعمل ادوار هجوميه ويعمل ادوار دفاعيه، وده فاد الاهلي كويس جدا. الاهلي في الشوط الاول كله كان بيتحرك ما بين الخطوط كويس جدا، قفشه كان بيستلم الكره ما بين الخطوط بكل اريحيه بسبب ان الناحيه الثانيه الوداد بيلعب بثلاثه في نص الملعب والثلاثي بتاع نص الملعب مش مركز. تحس ان ثلاثي نص الملعب مش مركز، وليد الكارتي وايمن الحسوني وابراهيم النقاش مش مركزين، وكمان زاد الطينه بله على الوداد ان انت في اول ثلاث دقايق يحيى جبران اللي هنجيله كمان شويه نتكلم عليه بالتفصيل، يحيى جبران بيعمل خطا كارثي قدام قفشه في ضغط من قفشه، قفشه بيقطع الكوره وبيروح يجيب الجول الاول للاهلي. الجول الاول للاهلي ده هو الاهلي اصلا كان داخل ضد الوداد مش خايف، مش من اللي انا داخل مش هقف وحافظ وادافع واخش فيها جول واطلع بالتعادل الحمد لله عفا الله عما سلف، لا الاهلي كان داخل انا مركز ان انا اجيب جول، وده شفناه من الضغط بتاع الاهلي لان بتشوف حسين الشحات واجاي وقفشه ومروان محسن في بدايه المباراه كانوا بيضغطوا على دفاع الوداد علشان يستخلصوا الكوره ويجيبوا جول في بدايه المباراه، وده اللي حصل بالفعل. اول ضغط من قفشه على يحيى جبران خد الكوره وراح انفراد جول اول الاهلي اول ثلاث دقائق. بعد الثلاث دقايق دول الاهلي برضه بيتسي وموسيماني ما فكرش انه يفتح الخطوط ويضغط بقى وده وانا كده خلاص الوداد فريق ضعيف فانا اخش افتح خطوط قدامه، لا ما اداش حتى الحريه للوداد ان هي تمسك كوره، يا ده الحريه اللي هي تمسك كوره بس من غير فعاليه، ما شفناش الوداد بيمسك كوره مثلا وبيروح يهاجم على الاهلي وبيشيل كوره على الشناوي وده بيشيل الكوره مع الخط والشناوي بيشيل انفراد، لا هو مديلهم الكوره سايب لهم الكوره بس انا هسيب لك الكوره واخليك تعمل كل حاجه بس انا الاهلي هقف واقفل خطوطي ونظم خطوطي كويس جدا وهضيق المساحات مش هديك مساحه اللي انت تتحرك ما بين الخطوط، لان ما بين الخطوط زي ما اتكلمنا في حلقه قبل المعركه ان الوداد من اهم صفاته ان هو لعيب تتحرك ما بين الخطوط وتمسك الكوره ما بين الخطوط. بيتسي موسيماني قفل لهم الحته دي ضرب المفتاح بالاثنين بتوع نص الملعب عمرو السوليه واليو ديانج اللي هم قريبين جدا من المدافعين بتوعهم اللي هم ايمن اشرف ياسر ابراهيم علشان يقفلوا الحته دي ويقفلوا المنطقه اللي ما بين الخطوط عشان ما يديش حريه للعيبه الوداد، وشاف ده شفناه في طول المباراه ان الاثنين بتوع نص الملعب مش مدين حريه للوداد اللي هم يمسكوا كوره في نص الملعب. جاموندي بقى جاموندي انت يا معلم عندك شيخ كماره جامد عندك تمام، صلاح الدين سعيدي اتصاب ربنا يعمه بالسلامه من كورونا، عندك على الدكه صلاح الدين سعيدي ويحيى جبران اصلا لاعب ديفندر، يعني هو اصلا لاعب ديفندر، ليه تجيبه من الثلاجه وتحطه لاعب ديفندر تحطه قلب دفاع وهو مش فايق بالشكل ده؟ يحيى جبران ما جاش النهارده اتسبب في جول اتسبب في ضربه جزاء كان هيجيب جول في نفسه، مش موجود مش موجود، زي حتى ما قالوا في الاستوديو بين الشوطين ان انت لو كان ممكن يلعب ابراهيم نقاش النهارده افضل من يحيى جبران في قلب الدفاع، يحيى جبران مش موجود. مع ذلك اللي انت بعد لما نزلت شيخ كماره كقلب دفاع ودخلت يحيى جبران نص الملعب ظبطت شويه المنظومه الدفاعيه، ما كانتش مفتوحه زي ما شايفين في بدايه المباراه، بدايه المباراه الوداد كان مباح اي ضغط على المدافعين او اي كوره مرتده على طول في ظهر المدافعين او ما بين الخطوط بتتضرب فيها الوداد على طول. دي جاموندي حته ما كنتش فاهمها، انت لعبت ثلاثه في نص الملعب عشان تقفل على الاهلي، فالاهلي مسك كوره عليك في نص الملعب قدر يمسك منه في نص الملعب وما ادكش حريه، ولا ادى حريه لايمن حسون اللي هو ياخد الكوره يبتدي يحنكش او ياخد الكوره يبتدي يطلع يبني اللعب، ولا ادى فرصه لوليد الكارتي، ولا ده ورده كان مديله فرصه، لان وليد الكارتي وايمن حسوني اي حد من الاثنين دول اول ما بيستلم الكوره وبيحاول يخترق من العمق كنت بتشوف اليو ديانج وعمرو السوليه بيضغطوا ضغط شرس على اللاعب. بزياده كمان اللي كان بيعمله موسيماني عشان يعمل كثافه عدديه اكتر في نص الملعب بتاع الوداد ويعمل زحمه ليهم في نص الملعب كان بيخلي الاثنين الوينجات اجاير وحسين الشحات يخش القلب مع قفشه والسوليه وديانج،
بقى عندك خمسه في نص الملعب قافلين عليك ضبه ومفتاح، فانت ما فيش اي فرصه ان انت الاثنين بتوع نص الملعب اللي بتلعب بيهم اللي هم لعيبه الكوره يديكوا الحريه. وحتى الوينجات بتاعتك بديع اوكو واسماعيل الحداد الاثنين بره خالص، الاثنين فاتحين الملعب، فاتحين الملعب وعاملين ستريتشنج والكوره ما بتوصلهمش. ناحيه اليمين ناحيه الشمال علي معلول ما بيتقدمش وثابت، وناحيه اليمين محمد هاني فاجئني وعمل مباراه عاليه جدا عاليه جدا. اسماعيل حداد ما كانش عارف ياكل عليه عيش النهارده، كان واقف وثابت. اللي عجبني في مباراه النهارده جدا 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 ان الاهلي واقف وثابت في ارض الملعب، ان الاهلي ما تهزش، ان الاهلي خلاص ما لقاش المباراه سهله، فيلا نفتح يلا نفتح خطوطنا ويلا نستريح كده ونريح ونفخد وكده كده ماتش المضمون. لا، الاهلي واقف على رجله طول ال 90 دقيقه. لعيبه الاهلي ذهنيا حاضره، تكتيكيا حاضره، بدنيا حاضره، خلت الاهلي شكله افضل النهارده. قلت لكم مباراه قبل في حلقه قبل المعركه ان الوداد والاهلي الحاجه اللي ممكن ترجع كفه الاهلي على كفه الوداد هم حاجتين، كانوا الجمهور اللي مش موجود في الملعب والعامل البدني، وده شفناه النهارده. الاهلي عامل بدني عالي قوي عن الوداد، شفنا في اخر مباراه لعيبه الوداد مش قادره تشيل رجليها مع الارض بسبب ان الضغط بتاع الماتشات او المنافسه لحد اخر دقيقه في الدوري. الوداد بدنيا واقع، ده ادى ان الاهلي النهارده يبقى فايق، دفاعه واقف على رجله عشان البدنيين بتاعه وبدنيين الوداد واقع اصلا مش عارف يجريك. بص موسيماني النهارده كويس جدا، انا عجبني النهارده فكر موسيماني اللي هو ما دخلش اللي انا جبنا جول في اول ثلاث دقايق فخلاص بقى، وشاف الدفاع بتاع الوداد واقع فخلاص بقى انا ايه اخش اربعه على الوداد بقى وايه وهفتح ملعبي. لا، انا جبت جول في اول ثلاث دقايق هرجع واحافظ وهدي والعب على الكاونتر اتاك واضربك بالجول الثاني في اي وقت. ما جبتش جول الاول، ما جبتش الشوط الاول، ما جبتش الشوط الثاني، بس المهم ما نخشش فيها جول. وده اللي كنت بشوفه، ان بيتسو موسيماني قاعد وعايز يعني قاعد وواقف بيفكر انه ما يخشش فيه جول، ما ينفعش، حاجه ممنوعه ان يخش فيه جول. طول الشوط الاول محافظ متماسك قوي، المنظومه الدفاعيه بتاعته متماسكه جدا جدا جدا، ما فيش اي افتكاك، ما فيش اي سرحان، تطلع الشوط الاول ما يخش فيه جول. قبل ما ننتقل للشوط الثاني، ضربه الجزاء بتاعه الوداد، انا من وجهه نظري ضربه الجزاء ما فيهاش اي حاجه. ليه؟ لان كواكي المهاجم بتاع الوداد هو لمس الكوره ودخل فيه الشناوي، مش الشناوي اللي دخل فيه، الشناوي ولا مد رجله ولا مد ايده ولا حتى مال بجسمه، الشناوي اول ما اللاعب لمس الكوره هو وقف في مكانه واللاعب ولا دخل في الشناوي، فضربه الجزاء غير مستحقه للوداد، اتحسبت للوداد. والشناوي اللهم صل على النبي عليه دخل حط جون وجاب صد ضربه الجزاء ورجع يعني وقف الاهلي في الماتش. كان ممكن ضربه الجزاء دي لو كان جاب جون ممكن ترجع الوداد في المباراه، كانت ممكن تدفع ان الاهلي يتقدم او يفتح خطوطه، او ممكن كانت تؤدي ان الاهلي مثلا يعني يفكر انه يهاجم عشان يجيب جون تاني ممكن، لكن تصدي الشناوي خلى الاهلي كما هو عليه ثابت في مكانه وخرج الاول 1-0 بفضل الشناوي. ما دخلناش التاني. الاهلي عمل تغييره انا في البدايه ما كنتش مستوعبها نوعا ما شويه، خرج اليو ديانج ونزل حمدي فتحي، بعدها بشويه فهمت ليه عمل كده، ان خرج اليو ديانج لان اليو ديانج عنده انذار مش محتاج انه يفقد اليو ديانج في مباراه العوده ولا حتى في المباراه النهائيه، فقرر ان هو يسحب اليو ديانج ونزل حمدي فتحي. وحمدي فتحي وعمرو السولية نفس المهام بتاع ديانج، اول ما لاعب الوداد يستلم الكوره في نص الملعب يضغط عليه ضغط شرس، ضغط عنيف تقطعه من الكوره لا تعمله فاول ما يعدوش من نص الملعب، ومفيش ما تدوش مساحه للوداد تضغط او تستلم الكوره ما بين الخطوط. دي كانت اهم كوره النهارده للاهلي، منظم دفاعيا ما يديش فرصه لعيبه الوداد ان هي تلعب ما بين الخطوط. الكاونتر اتاك بتاعه سريع والتحول من الدفاع للهجوم سريع جدا، وكمان بدنيا واقف على رجلك فده فادك جدا. الجاموندي الناحيه الثانيه كان بيحاول بقى ايه يلملم الاوراق، كان بيحاول يرجع اي حاجه في المباراه، ينزل شيخ كوماره ويخرج بديع اوكي وينزل كزادي كان بيحاول يلم اي حاجه اي حاجه. دي ادى ان الوداد يخرج خسران في ملعبه 2-0 بنسبه كبيره، بنسبه لا تقل عن 90% الاهلي في الفاينل، بنسبه لا تقل عن 90% الاهلي في الفاينل. بالمنظر اللي شفته في الوداد، الاداء بتاع الوداد ده اللي شفته في المباراه دي في المغرب ما يقديش ان هو يعمل ريمونتادا على الاهلي في القاهره ويكسبه 3-0 والاهلي ما سجلش، مستحيل، انا بقول لكم مستحيل. بنسبه كبيره الاهلي في الفاينل هيقابل مين بقى الزمالك والرجاء هنعرف بكره، اذا كان بقى الماتش يخلص من كاسابلانكا برده ولا ممكن يبقى في كلام في القاهره، بس هو بنسبه كبيره خلاص الاهلي في الفاينل. انا بقول لكم خدوها مني الاهلي في الفاينل. بعديها الاهلي بقى في نهايه المباراه عمل شويه تغييرات برده اللي هو بيتسو موسيماني، انا عايز اضرب برده الوداد، انا مش عايز اخرج 1-0 بس. خرج
مروان ونزل جيرالدو وحول اوي كمهاجم وخلى جيرالدو كوينج هو حسين الشحات. والحته دي برده كويسه ان هو انا بدافع بس عايز كاونتر اتاك واحد سريع يجري لي. مين سريع عندك على الدكه؟ جيرالدو. نزل جيرالدو، جيرالدو يجري لك يدي لك الدفاع، وده اللي كان بيحصل. كاونتر اتاك جيرالدو يجري 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 ويهدي الدفاع، ده اللي كان بيحصل. هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي انا عايزه، خلاص مش عايز حاجه من المباراه. وجاب ضربه جزاء يحيى جبران برضو اجايب يخش يلم يشوط، يحيى جبران بتيجي في ايده ضربه جزاء مستحقه، انا معلوم يخش يحطها الجول الثاني. خلاص خلاص انهيار للوداد، الوداد مش عارف يرجع من المباراه ذهنيا، فقد كل التركيز ذهنيا، بدنيا وقع تماما، فنيا جاموندي اخطا خطا كبير زي ما علم زي ما عصام الشوال قال في التعليق ان جمهور الوداد يقول لك المتهم الرئيسي يحيى جبران، لا المتهم الرئيسي هو جاموندي، لان جاموندي بدايه المباراه كانت خاطئه سواء فنيا التشكيل او تكتيكيا، الاثنين كانوا خاطئين من جاموندي. بس في الاول والاخر ده كان رايي انا في مباراه الاهلي والوداد. ايه رايك انت في كومنتس؟ ومبروك كل مبروك 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 لكل جمهور الاهلي المصري النهارده، لجمهور الوداد كل التوفيق في مباراه العوده. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تجيك حلقات اول باول، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.